عندما يكون الإنسان على حافة الانهيار يحتاج إلى الحنان أكثر من حاجته إلى النصائح والعتب. عندما يقترب منا أحدهم ويطلعنا على أسراره بكل طيبة قلب، أقل ما يمكننا أن نقدمه له هو ألا نجعله يندم على ذلك. ربما تختلف أطباعنا، لكننا جميعا نريد الاهتمام. مهما كان الإنسان قويا، يمر أحيانا بلحظات يشعر فيها بالضعف فيبحث عن الاحتواء. أحيانا تسامح الناس لأنك ببساطة تريدهم أن يبقوا جزءا من حياتك. اللهم اجبر خواطرنا بفرج قريب ومغفرة واسعة، إنك سميع قريب.